كل شخص غير ملقح ممكن أن يصاب بفيروس كورونا بشكل متكرر، ولقاح فايزر أصبح متاحاً في أمريكا من عمر 5 سنوات فما فوق. وبعد كل النجاحات التي حققتها لقاحات ضد فيروس كورونا، فهناك أمل إن شاء الله في تصنيع أكثر من دواء للفيروس. معكم أنا دكتور عبد الله شامل، وهذا فيديو عن آخر تحديثات للفيروس كورونا، فكونوا معي للأخير. يا مرحبا، إن شاء الله تكونوا بخير. حسب دراسة نشرت في مجلة The Lancet Microbe، فإن كل شخص غير ملقح ممكن أن يصاب بفيروس كورونا بفترة زمنية تتراوح بين 16 إلى 17 شهر، وممكن حتى تكون كل 3 شهور إصابة جديدة، حسب تصريح الأستاذ في جامعة ييل دكتور جيفري تاونزند. بالتالي حتى الأشخاص الذين أصيبوا بفيروس كورونا سابقا لابد أن يأخذوا اللقاح، لأن هذه الإصابة لا تعطيهم مناعة على المدى الطويل، وخصوصا الأشخاص الذين أصيبوا في بداية الجائحة، يعني قبل سنة أو أكثر، اللي أصيبوا بالسلالات القديمة. ليش؟ لأنه ظهر أكثر من سلالة جديدة ممكن أن تصيب هذول الأشخاص. طبعا هذا الكلام كان بناء على دراسة شملت 6 أنواع من عائلة فيروس كورونا، وتبعتهم من 1984 إلى 2020، وكان معدل تكرار الإصابة بهذه الفيروسات من 128 يوم إلى تقريبا 28 سنة. ولكن الإصابة المتكررة المتوقعة لمرض كوفيد 19 هو تقريبا كل 3 إلى 5 شهور. وأخيرا وفي أمريكا، في يوم 29 أكتوبر الماضي وافقت هيئة الدواء والغذاء الأمريكية على إعطاء لقاح فايزر من عمر 5 سنوات إلى 11 سنة، وأن فعالية اللقاح لهذه الفئة العمرية كانت 90% تقريبا، وأن اللقاح طبعا آمن لهذه الفئة العمرية بعد أن تم تجربته على تقريبا 3100 طفل، ولم تظهر أي أعراض جانبية خطيرة في هذه الفئة. بينما في بلدنا العراق، وأخيرا وزارة الصحة وافقت على إعطاء لقاح فايزر للفئة العمرية من 12 إلى 18 سنة، بعد أن كانت التوصيات فقط بإعطاء اللقاح لمن هم أكبر من 18 سنة. للعلم بأمريكا من قبل 6 شهور وهم يعطون اللقاح فايزر للذين أعمارهم 12 سنة فما فوق. على الجانب الآخر، نحن بانتظار دواء جديد لفيروس كورونا، حيث ظهر المدير التنفيذي لشركة ميريك بلقاء مع شبكة CNBC الأمريكية، قال أنه شركته مستعدة لتصنيع وتوزيع عشرات الملايين من جرع الدواء اللي اسمه مولنوبيرافير. طبعا هذا الدواء يعتبر أول دواء للفيروس بشكل حبوب، وفقط بانتظار الموافقات من هيئة الدواء والغذاء الأمريكية لتصنيع هذا الدواء. وطبعا من البيانات المنشورة لهذا الدواء كانت فعاليته هي أنه تقليل خطر الوفاة وخطر الإصابة بمضاعفات ودخول المستشفى إلى النصف لمرضى كوفيد 19. طبعا ردا على هذا الكلام، خرجت شركة فايزر للصناعات الدوائية يوم 5/11 و5 نوفمبر تقول أنه لديها دواء هي الأخرى بشكل حبوب باسم باكسلوفيد، وأن هذا الدواء فعاليته جيدة جدا، حتى تصل إلى 89% في منع مرضى كورونا من تدهور حالتهم والدخول المستشفى أو الوفاة. وللعلم، ما دام مرض كورونا يعتبر كجائحة أو حالة طارئة عالمية وعامة من قبل منظمة الصحة العالمية، فما رح تكون هناك أي فوائد أو أرباح لهذه الشركات من بيع هذه الأدوية، إذا تم طبعا تصنيعها وبيعها في أنحاء العالم. كل هذه المعلومات اللي جمعتها بعد أن وصلت عدد الإصابات بالفيروس حول العالم 244 مليون، وعدد الوفيات تقريبا راح توصل 5 ملايين، وفقط بالعراق 123 ألف حالة وفاة من الفيروس. وطبعا الجيد أنه عدد الملقحين بالعراق بدأ يزداد، تقريبا وصل 6 ملايين و200 ألف، وهذا كلش شيء زين، فأنا دائما أنصح بالشيء المتاح، لأنه إذا وصل العراق إلى تقريبا 30 مليون ملقح تقريبا، نقول إن شاء الله راح تكون الأمور كلش طيبة. تبعد الأمور على شيء جيد، لأن يصير متكأ قانوني دولي لنا، يصير عندنا حصان من الأمم المتحدة. وبس هذا كل اللي عندي. إذا عجبك الفيديو لا تنسى تشترك بالقناة
وتفعل الجرس حتى تصلك فيديوهاتي أول بأول. وإذا أنت طالب طب، شوف هذا الفيديو اللي سويته عن تجربتي بممارسة الطب في العراق. أشوفكم بخير وصحة وعافية للجميع، في أمان الله.